البداية روبير من تطورات عمليات الخطف المتبادلة، وينضم إلينا مباشرة من عرسال الزميل نخلي عضيمي. نخلي، ماذا عن أجواء البلدة اليوم وهل من تطورات؟ نعم، يعني شانتال، الترقب هو سيد الموقف هنا حيث نحن في عرسال بعد عمليات الخطف التي بدأت ليل أمس وحتى اليوم وحصيلتها، وكانت بدأت بعملية اختطاف حسين كامل جعفر، تبع ذلك من قبل مجهولين في جرود عرسال، تبع ذلك اختطاف 6 من أبناء بلدة عرسال من قبل آل جعفر كرد على عملية الاختطاف. يؤكد أهالي عرسال هنا أنهم ليس لهم علاقة لا من قريب ولا من بعيد بعملية اختطاف هذا الشخص من آل جعفر، ويقولون أنه يمر من هنا بشكل دائم وأنه يعرف المنطقة جيدا هنا يعني في عرسال، وبالتالي يتحدثون عن أن هذا الأمر هو أمر فردي بامتياز يتعلق بعملية تهريب الحديد والمازوت، وبالتالي لا أبعاد سياسية أو مذهبية في هذا الإطار. وحتى الآن يعني عمليات الخطف من قبل آل جعفر أسفرت عن خطف 6 أشخاص، وهم سعود رايد، محمد مصطفى رايد، حسين رايد، حسن عز الدين، مصطفى نجيب عز الدين، ومحمد خالد الحجيري. في حين تحدث أهالي عرسال أن مالك الفليتي قد تمكن من الإفلات ليلا من خاطفيه، في حين عبد السلام الحجيري الذي كان هناك كان في سيارة الإسعاف التابعة للهيئة الطبية الإسلامية والتي كانت تنقل جريح سوري وبداخلها كان مع شخص من آل عرسال، فقد أصيب وتم نقله إلى المستشفى، وخطف حسن عز الدين بعد هذه العملية على سيارة الإسعاف. إذن الجميع هنا يؤكد أن هذه الأمور هي أمور يعني فردية، والمثال على ذلك يعني قيام الوسطات يعني وعمليات تقريب وجهات النظر يعني بين آل جعفر وأهالي عرسال من قبل وفد من الحركة الإمامية الجعفرية الذي قدم من بعلبك هنا من أجل يعني محاولة عملية إيضاح ما ملابسات ما تم الحصول في الليلة الماضية، وبالتالي معرفة أين هو المخطوف من آل جعفر. يعني معي هنا كذلك الأمر رئيس بلدية عرسال سابقا باسل الحجيري. أستاذ باسل، يعني شو الوضع تحديدا وكيف عم بصير التواصل مع آل جعفر بالنسبة لهالموضوع؟ هلا الأمور الحمد لله بتجاه حال حالة، وفي تفاهم راح يوصل الى نهايته مع اخواننا بيت جعفر ومن عرسال ان شاء الله اليوم باذن الله ان شاء الله اليوم بيطلع. انا اللي بدي اقوله انه بيت جعفر جميع جيراننا ونحن وين اهل منطقه وابناء عشيره بيعرفوا الاصول تماما، فيه عندهم عقلاء بيسيطروا على الوضع عندهم، بيحطوا الامور بيحطوا حد للامور، ما بيخلوها تتطور اكثر، بيحطوها بالاتجاه الصحيح. هن بيعرفوا تماما انه هذا الموضوع هو فردي ما له اي ابعاد سياسيه ولا خلفيه مذهبيه. قد ايه مخوفين يعني انه يتطور هذا الموضوع ويتم استغلاله من قبل الاطراف يعني بهالاطار؟ انا اهل عرسال متفاهمين الامور، واخواننا بيت جعفر العقلاء منهم طبيعي عارفين انه الامور لعندها وزياده هيك، هذا الحد كثير. الامور بتراجع، ما في اكثر من هيك، ما في لا خلفيه سياسيه ولا خلفيه مذهبيه، ماشيه باتجاه وضع الامور ضمن اطارها الصحيح. نحن بدنا نتعاون نحن وياهم حتى نحدد انه ابن جعفر مين اللي خطف، اذا عرسالي سوري وين باي منطقه، منطقه حدوديه بمنطقه ضمن عرسال، نحن مستعدين واجبنا نتعاون نحن وياهم انه هذا الانسان يرجع على بيته، معتبرين نحن في تعدي علينا، في تعدي علينا انه ينخطف انسان اذا كان ضمن اراضينا. مش عارفين انتم وينه هلا، هو ممكن يكون دخل على سوريا يعني؟ ممكن، هلا نحن ما قادرين نحدد وين هو موجود، ولكن واجبنا بيحتم علينا انه نحن نتعاون نحن واخواننا بيت جعفر نعرف وين هذا الانسان، ويتم محاسبه الانسان الناس اللي افتعلوا هالمشكل لنا ولهم. اللي عتب بسيط على اخواننا بيت جعفر انه ردت هالفعل بهالشكل، ما يعني ما هالقد. وبعدين موضوع عمليه يعني اطلاق نار على سياره اسعاف، يعني هن بيعرفوا انه امر ما هو طبيعي، نتمنى منهم انه الامور لعندها الحد وبالعكس تمشي باتجاه تراجع حتى نوصل ل
حل نهائي بالتعاون نحن وياهم. إن شاء الله يكون الحل يعني قريبا أستاذ باسل يعني بالساعات المقبلة. على ما يبدو أن الاتصالات مستمرة يعني بكثافة بين مختلف الأفرقاء لتحديد مكان وجود الشخص المخطوف من آل جعفر ولاسترداد المخطوفين يعني من بلدة عرسال. وسوف نترقب يعني ما يمكن أن تؤول إليه الأمور على ضوء هذه الاتصالات. كذلك الأمر كنا أجرينا مقابلة مع رئيس بلدية عرسال سوف نستمع إليها إذن في هذا المقطع الصوتي. شكرا. ما في عمليات متبادلة في انه حدا خطف واحد من جعفر اسمه حسن عباس جعفر حدا ما بعرف اسمه نعم من جورد عرسال حكوا معنا نحن طبعا القوى الامنية الساعة 7:30 مثلا بلشنا نتحرر نحن بعثنا ناس عصورية بعثنا وقالوا انه سيارة حمراء جعفر ورانج روفر تحلية بعثنا ناس يعني حكينا مع بيت جعفر وما حدا منهم حكى معنا بالليل ما بعرف شو اسمه يعني على التليفون بس انه نحن بعثنا ناس تتحرر وبعثنا ناس وطولوا بالكم للصبح لنشوف شو القصه ومين ورا السيلفي لنجيبه يا اخي لنعرف هن مجهولين هود اللي قاموا بالعمليه عمليه الاختطاف نحن ما عرفنا شيء هلا ربعنا بيت جعفر ما تحملوا عملوا رده فعل وصار اللي صار ونحن يا اخي يعني نتبين بعدها انه لا انا شغله سياسي ولا شغله فتنه ولا شغله اي يعني شغله شخصيه يمكن بالتجاره. طيب شو هذا الشخص شو كان عم يعمل يعني كان في عم بهرب مزبوط او شيء يعني بالجرود او شو وضعه؟ كان عم بعرسل يا حديد يا مزبوط شو بده يكون عم بهرب؟